خطوة جدا جميلة وخطوة جريئة، وأتوقع لها نجاح بنسبة 100% إن شاء الله. أنا صديقاتي سعوديات وأعرفهم وأدري إن ما شاء الله المرأة السعودية ما نخاف عليها، يعني هي كابتن طيارة اليوم ومتميزة بمجالات كثيرة، فقيادة السيارة يعني راح يكون شيء بسيط جدا عليهم. المهم الله يحفظهم ويدرون بالهم من الطريق بس. مبروكين وموفقين إن شاء الله يا رب، وأتمنى لكم خطوة جديدة مليئة بنجاح وموفقين. فرحتنا من فرحتهم وحزنهم من حزننا، فهم اليوم مستانسين وايد بهذا الشيء، احنا وياكم، بس اهم شيء دير بالكم على نفسكم، حزام الامان وهدوا السرعه وانتبهوا على نفسكم. ما يصورون سناب، واذا ريلك راضي سوقي، اذا ريلك مو راضي لا تفكرين سوقين.